راهي جات الشقة اللي يتمناها أي واحد. جابها لكم الوكيل الموبيلي، تابعوا معنا الفيديو. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل الموبيلي، من هذا المنظر الجميل جبنا لكم عقار ولا اروع ليكيب. ما تنسوش تابوني في كامل صفحتنا على التواصل الاجتماعي باش دائما يلحقكم الجديد. ليكيب رانا في حي لافالاز، بلديه بنكسيلا، دائره ادكار، ولايه بجايه الساحره. ليكيب العقار تاعنا راهو شقه اف 3 بكامل الوثائق اللازمه بمساحه تاع 75 متر مربع. بنكسيلا روحوا حوسوا عليها في اليوتيوب وحوسوا عليها في كامل وسائل التواصل الاجتماعي، على بالكم باللي منطقة سياحية بامتياز. افطروا تاعنا راهي في حي لافالاز الساحلي، يعني اللي قريب للبحر. الشقة تاعنا على بعد 50 متر على البحر ليكيب، وين كاين كامل الكوموديتي قريب ليك. هاوليك الرواق اللي يدينا مباشرة للبحر ليكيب. افطروا في حي لافالاز، بلدية بنكسيلا، دائرة ادكار، ولاية بجاية ليكيب. الشقة تاعنا بعقد ملكية بمساحة 75 متر مربع، زوج غرف، صالون، مطبخ، حمام ومرحاض. ليكيب عندك كل حاجة متوفرة في العقار تاعنا، قريب الكامل لكوموديتي. عندك الماء والغاز والكهرباء، وايضا لاكسي ديريكتومون للشاطئ الجميل، هذا شاطئ لافالاز. داير كاين مركب تاع لافالاز المعروف على المستوى الوطني، راهو قريب للعقار تاعنا. هذا الاف 3 بمساحه 75 متر مربع، زوج غرف، صالون، مطبخ، حمام ومرحاض. يلا روحوا نكتشفوا العقار تاعنا اللي راهو مخدوم بشكل جيد. ليكيب فيه مطبخ مجهز مع إمكانية بيع الشقة مجهزة كاملة، يعني نقدروا نبيعوا الشقة مجهزة كاملة. شوفوا الخدمة تاع العقار تاعنا وتاع الباتيمو بشكل عام كيفاش مخدومة، يعني كل حاجة مرتبة ومنظمة بشكل جيد. الشقة تاعنا راهي في الطابق الثاني. ليكيب لما ندخلوا نصيبوا هذا الفضاء المفتوح اللي راهو يمثل فضاء الاستقبال. الصالون تاعنا كيفاش هو مخدوم ليكيب، شوفوا الاثاث شحال شباب، شوفوا الجدران وحتى السقف كيفاش مخدوم ليكيب. عقار ولا اروع، يصلح انه يكون يعني سكن دائم ولا في موسم الاصطياف، وين تقدر يكون هذا العقار مدخول يدخلك دراهم لانك راح تكريه في موسم الاصطياف. انا نهضر على القش لانه امكانيه بيع الشقه مجهزه، اللي شقه راهي فيها شوفاج سنترال ليكيب، فيها مبرد وفيها مطبخ مجهز قريب الشاطئ العائلي تاع لافالاز، حي لافالاز، حي تري تري ترونكيل. ليكيب قريب الكامل لكوموديتي، 50 متر على البحر، وقلنا شاطئ عائلي وإمكانية بيع الشقة مجهزة. ليكيب العقار تاعنا راهو في منطقة سياحية بامتياز، في منطقة سكنية بامتياز، حي هادئ، حي يعني ترونكيل بزاف وامن. اون بليس كاين لا سيكوريتي هنايا، شوفوا داير الفوازيناج تاعنا كيفاش مخدوم، يعني الإقامة تاعنا كيفاش مخدومة، معناتها كل حاجة سيكوريزي، ماهيش إقامة مفتوحة وين تخاف ولا، كل حاجة مأمنة في العقار تاعنا وفي الإقامة تاعنا. هاي ليك لا كويزين تاعنا، مطبخ مجهز مخدوم بشكل جيد. ليكيب انا نشوفو فيه بلون دو ترافاي، او ميم طون راهو ميني بار وين تستعملوا لعده اغراض، يعني اغراض في المنزل، معناتها بلون دو ترافاي في نفس الوقت طاوله للاكل. من هذه الناحيه عندنا لي سانيتير تاعنا ليكيب، دوش، تواليت كيما نشوفو مخدومين بشكل جيد. كل حاجه في العقار تاعنا لوكس دو لوكس ليكيب، حتى مواد البناء اللي مخدومه بهم ما شاء الله. عندك لي تاع مساحه تاع 75 متر مربع اف 3، عندك زوج غرف، صالون، مطبخ، حمام ومرحاض، وعندنا كولوار كبير، كهرباء والماء والغاز، شوفاج سنترال ومبرد. كل حاجه متوفره في العقار تاعنا. انتم ليكم حابين تستثمروا اموالكم وتشريوا شقه الاحلام هنا في حي لافالاز، هذه هي الشومبر بارونتال، الشومبر تاعنا. شفنا الصالون، شفنا ايضا لا كويزين، وهذه لا شومبر اللي راهي فيها دريسينغ، فيها يعني بلاكار دريسينغ نقولوا اونكاستري في العقار تاعنا. عقار ولا اروع ليكيب، قريب الكامل لكوموديتي، متوفر عليه كل امكانيات العيش
الهادئ والهانئ ليكيب، لانه الاقامه تاعنا طري طري ترونكيل. الفوازيناج ما شاء الله، المدينه بنكسيلا معروفه بالحيويه تاعها والحركه تاعها، منطقه ساحليه بامتياز. يلا تواصلوا مع صاحب العقار اللي تلقاو الرقم تاعو في التعليقات وفي الوصف مع الوكيل الموبيلي، دائما نجيب لكم عقارات مميزه ودائما استناونا لانه كاين الجديد. سلام.